اللي في الصورة دي اسمها نازك الملائكة، هي رائدة الشعر الحر في الوطن العربي، لكن عندها جزء خفي في حياتها له علاقة بالتواصل مع أرواح الموتى، وإزاي اتعلمت الموضوع ده من جدتها اللي من أصول هندية. 1947 بدأت الشاعرة العراقية الأصل نازك الملائكة في كتابة الشعر الحر، واللي كان ده ضد رغبة والدها الشاعر صادق الملائكة اللي كان ينتمي لمدرسة الشعر الكلاسيكي. ونازك الملائكة في الوقت ده كانت بتشتغل في مهنة التدريس في جامعة بغداد، وهي عندها 29 سنة اتوفت والدتها، وبعد وقت قليل جدا اتوفى كمان والدها. وكان معروف عن نازك الملائكة انها انطوائية، علاقتها بالناس محدودة، وكان اقرب الناس ليها هم والدتها ووالدها، فرحيلهم سبب لها صدمة كبيرة، وكان عندها مشكلة كبيرة مع والدها لانه كان ضد طريقة الشعر اللي بتكتب بيها نازك اشعارها، وهو المعروف باسم الشعر الحر. ونازك كانت جدتها من اصول الهندية، وجدتها دي هي والدة أبوها، وكان معروف عنها أنها متخصصة في عالم السحر وتحضير الأرواح. ولأن نازك الملائكة دخلت في حالة اكتئاب بعد فقد والدها ووالدتها، فطلبت من جدتها أنها تساعدها في تحضير روح والدها علشان تسأله على شوية حاجات. جدتها الأول كانت رافضة الفكرة، لكن بعد إلحاح كتير من نازك الملائكة جدتها وافقت، وطلبت منها أنها تجيلها في يوم بالليل وأنها هتعلمها الطقوس والطريقة الصحيحة في تحضير الأرواح، وده لأن جدتها ورثة موضوع السحر وتحضير الأرواح من العائلة بتاعتها في الهند. فطلبت من نازك انها تجيلها بالليل على البيت، وبدأت تقول لها على الخطوات اللي لازم تعملها. وكانت الجلسة عبارة عن ظلام كامل في الغرفة، ووضع شموع بطريقة دائرية معينة، وفي وسط الشموع دي ورقة عليها مجموعة من الحروف والأرقام، ويتوسط الورقة دي فنجال مقلوب، والفنجال ده بيتحرك بطريقة معينة مجرد ما الروح اللي هم بيستحضروها تبقى موجودة. فبيسألوا الروح شوية أسئلة وتبدأ حركة بتحصل في الفنجال، الحركة دي بتيجي على مجموعة من الحروف والأرقام، وبالتالي بتجيلهم الإجابات اللي هم عايزين يسمعوها. وجدتها كانت بتقول لها ان هي دي الاجواء المناسبة لتحضير الارواح. وفي اول جلسة نازك طلبت من جدتها انها تحضر روح والدها صادق الملائكة، وفعلا جدتها عملت كده، وكان في علامات معينة بتظهر لما الروح بتكون حضر، زي مثلا ان شباك يتقفل، او ان دخان يطلع بدون سبب، او ان الفنجال المحطوط في وسط الورقة يبدأ يتحرك بطريقة معينة، ومع حضور الروح بيبدأوا يسألوها، وتبدأ الروح تديهم الاجابات من خلال حركة الفنجال على الورقة. ومن اللحظة دي بدأت الرحلة الحقيقية لنازك الملائكة مع تحضير الأرواح. لكن في البداية الجلسات كانت بتبقى سريعة جدا، وجدتها طلبت منها ان الموضوع لازم يجي بالتدريج علشان ما يجيلهاش صدمة. وفي بداية الخمسينيات بدأت نازك الملائكة تبقى مشغولة ومهتمة بفكرة تحضير الأرواح والأعمال السحرية، فلما بدأت تاخد خبرة أكتر بدأت تحضر روح والدها أكتر من مرة وتسأله أسئلة كتير. وفي يوم من الأيام اتصلت نازك الملائكة بأخوها نزار، وقالت له على اللي حصل بالظبط. ونزار في الأول تخيل إن نازك عندها بعض المشاكل النفسية، وده نتيجة إنها فقدت والدها ووالدتها وهي كانت مرتبطة بيهم جدا. فنازك الملائكة قالت له على شوية معلومات عرفتها من روح والدها، فكانت الصدمة عند نزار، لأن المعلومات اللي قالتها له نازك الملائكة اللي خدتها من روح والدها كلها معلومات حقيقية، وما كانش يعرفها غير نزار أخوها بس. وعشان كده نزار بدأ يتأكد ان المعلومات اللي بتقولها له نازك الملائكة عن تحضير روح والدها كلها صحيحة. وخلال سنتين كانت نازك الملائكة اتعلمت تحضير الارواح والسحر بشكل قوي جدا من جدتها، لدرجة ان بقى بيت نازك الملائكة اللي موجود في بغداد يعتبر مقر تجمع لنازك واصحابها علشان يحضروا جلسات تحضير الارواح. ولكن في الوقت ده كان بيحضر معاهم شخص متخصص اسمه وسيط روحاني، والشخص ده وظيفته ان هو بيقدر يسيطر على الروح لما بتحضر، وان الروح دي ما تأذيش اي حد من اللي قاعدين. وبعد شوية اتطورت نازك الملائكة جدا، لدرجة انها بدأت تستغنى تماما عن وجود الوسيط الروحاني، فهي نفسها بقت وسيط روحاني. بس كل الحاضرين مع نازك في الجلسات دي كانوا دايما بيوصفوا حالتها بعد ما الجلسات بتخلص بالشكل التالي، انها كان بيجيلها رعشة قوية جدا في جسمها مجرد ما الروح اللي بتحضرها دي تكون حضرت، وبعد الجلسة ما بتخلص
خلاص كان بيجي لها إغماء لمدة قصيرة، وبعد ما كانت بتفوق من الإغماء ده كانت بتنسى كل الخطوات اللي حصلت، إلا إنها كانت بتفضل فاكرة كل كلمة الروح قالتها لها. واستمرت نازك الملائكة لمدة 10 سنين بتمارس الطقوس دي بشكل يومي لحد ما وصلت لسن 40 واتجوزت وانتقلت بحياتها من بغداد إلى البصرة، وقررت إنها هتبعد تماما عن جلسات تحضير الأرواح، إلا إنها كانت مقتنعة داخليا بالروحانيات وإن في أشخاص عندهم قدرة إن هم يقولوا لك حاجات عنك سواء حصلت أو هتحصل. وبعد كام سنة سافرت نازك الملائكة وجوزها على لبنان علشان يشتغلوا هناك. قابلت واحدة صاحبتها قالت لها عن عرافة فلسطينية معروفة اسمها فاطمة الفلسطينية، والعرافة دي كانت مشهورة جدا في المجتمع اللبناني والمجتمع العربي بشكل عام، وكان بيجي لها كتير جدا من المشاهير يعرفوا منها بعض المعلومات والأسرار عن حياتهم. فقررت نازك الملائكة إنها تقابل فاطمة الفلسطينية، وده لأنها أصلا مؤمنة بعلم الروحانيات وعلوم الطاقة الروحانية. وفاطمة الفلسطينية كانت متخصصة في قراية الكف والفنجال، وإنها بتقدر مجرد ما تقعد معاك تتكلم شوية تعرف عنك أسرار مفيش حد أصلا يعرفها. لحد ما قعدت معاها فاطمة وصدمتها بشوية معلومات. بلغت نازك الملائكة إن حياتها في المستقبل هتكون صعبة جدا، وإنها هتعيش في وحدة وعزلة بشكل مستمر، وإن هيكون عندها مرض صعب جدا. وبعد فترة انتقلت نازك من لبنان للكويت واشتغلت هناك فترة قصيرة، وبعدها رجعت هي وجوزها تاني على العراق. بدأت تعاني نازك الملائكة من مرض السكري، وكان عندها مشكلة كبيرة في إنها تجد علاج مناسب، فقررت إنها هتنتقل بحياتها لمصر. وسنة 1992 بدأت تستقر في مصر، وكتير جدا من المثقفين والشعراء كانوا بيرحبوا بيها دايما، لكن نازك الملائكة كانت دايما بتفضل العزلة، وكانت بتقعد لوحدها في البيت وما بتنزلش أبدا. وبدأ يجي لها مرض شلل الرعاش مع مرض السكري مع دخولها في حالة اكتئاب كبيرة، وده خلاها تفتكر كل كلمة قالتها لها فاطمة الفلسطينية العرافة اللي كانت قابلتها في لبنان. وكان كتير من المثقفين بيحاولوا يكونوا على تواصل معها، إلا إنها كانت بتفضل العزلة. وفي سنة 2007 توفت الشاعرة نازك الملائكة، وهي رائدة الشعر الحر في العالم العربي ولها قيمة ثقافية كبيرة جدا، ولكنها كانت بتعتقد وبتؤمن جدا بعالم الروحانيات والتواصل مع الموتى. السلام عليكم.